قول باسم وزارة التربية والتعليم العالي الورد أحمل والسلام الحق والحب العميق الورشة ومنطلقاتها والمخرجات المنشودة. أهلا بك معالي الوزير. في هذا القطاع نريد أن ننوه إلى مسألة بالغة الأهمية، لا يمكن فصل الثقافة عن التعليم. الحساسية مثل التحريض أو ما سواه وهذه الادعاءات لقرارات الأمم المتحدة في سياق حق التعليم، من أن نقول روايتنا، ما يريده الاحتلال هو أن نقول روايتنا لمسيرتنا ولتحقيق هدفنا بالتحرير والخلاص. لذلك اسمحوا لي أنطق من أن تحاول حكومة الاحتلال وعبر الكثير من المنصات الإعلامية. كراس قمنا بإعداده لهذه المناسبة. الكراس يقصد إنه النكبة مصطلح يتعلم الأطفال. عملها المستمر لن أطيل عليكم، ولكن نثمن تماما هذه الدعوة من وزارة التربية. لا أريد أيضا أن أتحدث عنها. الحديث عن التحرير لا، يعني بديش أنا أحكي كثير في موضوعة المنهج. نحن نريد تعليم يصنع تحرير، ونحن نبني منظومة تعليمية من أجل تحقيق الاستقلال. وأنا دائما بقولها في كل الخطب، إن لم يكن هناك كتب تخدم الرواية الفلسطينية، إن لم نكن أوفياء لمسيرة العهد الذي تقاطعنا فيه بالرؤية والهدف، فلا بارك الله في وزارة التربية والتعليم. احنا لن نعطي الإسرائيليين حق كتابة مناهجنا، ولن نعطي للجلاد حق أن يعنف الضحية باتهامها بالتحرير. أذكر الجميع بأنه إسرائيل هي من تحتل الفلسطينيين وليس العكس، وبالتالي روايتنا يجب أن تتقاطع مع رؤيتنا ومع هدفنا. الأطفال في هذه المدرسة يتعرضوا لكثير من المعاناة، المطلوب منهم أن يمروا من الحاجة في لعبهم، ومع ذلك يمنعون في كثير من الأحيان أنهم يدخلوا بيوتهم.